بصي بصي هقول لك حاجه، قبل ما تلعبي اللعبه بتاعتك ركزي كده، هي ممكن ترد عليكي بايه. اوكي، ايه رايك في دي؟ هو ده. يا لهوي يا لا، قلت لك ركزي ثانيه مش ثانيه، اكلت الوزير. طب ارجعها؟ طيب ترجعي، ما فيش حاجه في الشطرنج اسمها ترجعي اللعبه بعد ما لعبتيها. خلاص يا جو اهدى بالراحه، ما كانش جيم يعني، ما كانش تحدي تخسره. لا احنا مش هنخسر على فكره، احنا هنكسب التحدي ده. يا لا واثقه قوي، انت مش شايفه يعني احنا متاكل منها كل القطع المهمه، انت مش شايفه؟ خلاص يا جو ممكن نلعب جيم تانيه. جيم تاني ايه؟ الجيم ده هو بتاع التحدي، هو ده الجيم اللي احنا كنا بنلعب فيه التحدي. خلاص يا جو عوضها في غيرها بقى. معلش معلش، انا ما يتقاليش الكلام ده. ماشي. ايه يا جو انت ليه مكبر الموضوع قوي كده؟ بقول لكم ايه، انا هقوم اعمل فشار جديد بقى احتفالا بانتصاري. بصي ولا احتفال ولا حاجه، انا هقوم مش عايزه اتعب حتى معاك. ايه جو ده؟ يا ابني انت هات السلاح، مالكش دعوه بس هاته. يا جدعان سمعني ولا ايه؟ طب يا بيشو تعالى كده. لا 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 انا كده مكشوف. لا لا يا بيشو يا بيشو، حرام عليك بقى، هموت. يوه انت مش بتشغل يا ابني انت، ايه اللي انت عملته ده وبتزعق كده ليه؟ في ايه يا جو؟ مالهمش في اللعبه وبيلعبوها، موتوني اول واحد، والمشكله ان انا كنت برانك. ساره بره بتلم الفشار اللي انت وقعته، وحضرتك بوظت السماعه، كل ده بقى ليه؟ سيحه سيحه، سيبني في حالي، سيبني في حالي. ماشي يا عم هسيبك في حالك، اتفضل بقى تعالى بره عشان مريم بره قاعده معانا وهنقرا الكتاب المقدس. تمام تمام. خلاص حصل خير، موقف وعدى. حصل خير ايه؟ انت شفتي وعمل ايه؟ انا مش فاهمه بجد ومتعصب كده ليه؟ يا بنتي ده قطع جوه سلك السماعه، ده مجنون. طب ما تروح تشوف يا سيحه. دخلت له بس هو قال لي ان هو طالع. جماعه انا 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 بجد اسف، انا ما كانش ينفع اتعصب كده. خلاص يا سيدي، ما انا اللي لميت لك الفشار اللي حضرتك وقعته. ما هتعمل ايه يا معلم في السماعه اللي انت قطعتها؟ هتصدعنا بايه؟ خلاص خلاص انا هديله السماعات بتاعتي لغايه ما اجيب سماعات جديده، المهم ما تبقاش متضايق او زعلان. جماعه انا بجد اسف، انا ما كنتش عارف ان انا سبب كل المشاكل دي. يا عم خلاص يا عم، في ايه؟ انت هتعمل لنا حكايه وروايه؟ يلا بقى عشان المفروض هنقرا الكتاب المقدس دلوقتي. احنا هنقرا ايه النهارده؟ ده دور ساره، المفروض تبقى محضره، ولا طبعا كالعاده مش عامله حاجه؟ محضره يا سيدي. بص هو الجزء اللي انا محضراه يبان ان هو صغير شويه كده وعدد اياته صغيره، بس هو فعلا جزء مفيد قوي. يبقى مش محضرة زي ما قلت لك. يلا بينا. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أم مفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. أنا بحب القصة دي قوي. عارفة يا مريم، القصة دي رغم أن هي تبان أن هي صغيرة، بس القصة دي كانت مهمة جدا في حياة موسى. معلش معلش، ممكن بس حد يفهمني ايه اللي حصل بالتفصيل؟ بص انا اشرح لك باختصار. بعد ما يوسف عاش في مصر، هو واخواته العبرانيين اللي هم شعب الله كتروا في مصر، فطبعا مين يخاف من الموضوع ده؟ فرعون، عشان ساعتها لو كان حصل اي مشكلة او حصل حرب كان الشعب هينقلب عليه، وساعتها دي هتبقى مشكلة. طب وايه اللي حصل بعدها؟ أمر يا جون هم يقتلوا كل الولاد الصغيرين علشان كده ما يبقاش في رجالة، يعني ما فيش محاربين يحاربوا العبرانيين. لكن أم موسى لما ولدته خدته وخبته، فضلت لحد ما هو بدأ يكبر وصوته يبان أكتر، معرفش تعمل بيه إيه، راح حطته في سبت وحطته في النيل واستنت أن يمكن حد ينقذه. وفعلا بنت فرعون لقيته في النيل وخدته وربته زي ابنها بالظبط. وكمان بنت فرعون ربته عندهم في القصر، وموسى كبر وعرف كل عادات وتقاليد المصريين وبقى امير في القصر. بس مع ذلك كانت مامته اللي هي من العبرانيين كان هو صغير بتيجي ترضعه وربته، وكانت بتعرفه ان هو من العبرانيين. وكبر موسى وبقى امير في القصر، بس كان عارف ان هو من العبرانيين. طب هو ايه بقى اللي حصل في اللي احنا الجزء اللي احنا قريناه ده؟ فرعون كان امر ان العبرانيين دول يتعاملوا بأسوأ جدا، ففي يوم وموسى خارج شاف واحد من الحراس المصريين بيضرب واحد من العبرانيين، فطبعا تعصب جدا واتضايق قوي على العبراني، فراح يعمل ايه؟
راح قتل المصري وخده دفنه وهو فاكر ان مفيش حد شايفه. ما تقوليش ان في حد شافه. كان في حد شافه من العبرانيين. طيب حلو كده مش هيبلغه عنه. لا في يوم وهو ماشي شاف اتنين عبرانيين بيتخانقوا مع بعض فهو حاول يفض ما بينهم لكنهم هم قالوا له انت هتعمل علينا رئيس ولا هتقتلنا زي المصري. يا خبر طب ده كده موسى في خطر. فعلا الخبر ده وصل لفرعون وفرعون كان عايز يقتل موسى باي طريقه ودور عليه بس خلاص كان موسى هرب بره مصر. ياه يعني بس موسى لو كان مسك نفسه وما تعصبش ما كانش حصل كل ده. بالظبط كده وهي الحكايه دي خلته بدل ما امير عايش في الاصل لرجل هربان. ايوه فعلا يا جماعه في ايات كتير في الكتاب المقدس بتتكلم عن الغضب. بصوا انا طلعت واحده اهي بتقول لا تسرع بروحك الى الغضب لان الغضب في حضن الجاهل. حلوه قوي الايه دي وهو فعلا الغضب جاي من الجهل. بالظبط كده. ايه يا يوسف مش سامع لك صوت؟ يعني انا عندي بس سؤال. ادينا عملتهم استفدنا ايه بقى ما كنا جبنا جاهز اسهل؟ اول حاجه الدوره كده شكلها احلى في الاكل. ايوه انت مش واخده بالك. تاني حاجه الدوره دي لما تفرطها هتعلمك الصبر. الصبر يا جو واخد بالك انت؟ بقول لك ايه يا جو انا زهقت قوي ما تيجي تلعب معايا شطرنج. ومن سمعك انا هموت من الزهق. وانا كمان صدقني هموت من الزهق. ايه ده دوره مسلوقه؟ ايوه تخيل. الله ده انا بحبها قوي. ايوه فاكس بقى شطرنج. طب خد يا سيحه خدني معاك. يا ابني انت يا يوسف يا يوسف يا ربي مفيش فايده.